أهلا مرة أخرى، إحنا حاليا في داخل الفاتيكان. المكان ساحر بمعنى الكلمة، شيء بديع جدا، يعني أعجز عن الوصف. أتمنى يكون الفيديو يعني يعطي جزء قليل من حقه. مكان بديع، حتى الأرضيات بديعة، الصالات شيء مهول وعملاق، يعني تحفة معمارية رهيبة. السقوف شيء مختلف تماما، يعني ما أعرف. هذا المدخل والمخرج، هنا الداخل، الصالة المهولة. واو واو، يعني المكان تحفة. طبعا هاي اللي يعني كنت هنا قبل شوية في القبة، بس يعني تحفة 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 بما تعنيه الكلمة. شيء بديع جدا جدا، يعني تراث وتاريخ وعراقة، شيء رهيب. يعني ماكو، كل شبر اكو بيه فد تفصيلة وفد شغلة، يعني هذا السقف اللي هنا واللوحة اللي مرسومة بيه، يعني فد شي. وهاي كل شوية اني اشوف فد شي احلى. مكانات مغلقة، لكن مكانات فقط للصلاة، بس بشكل عام المكان تحفة. واو، يعني أرجع وأقول شي تحفة. تفاصيل السقوف والأعمدة والتماثيل اللي بيها، شي يعني خنفشاري على قولتنا. بديع جدا بديع جدا جدا جدا، يعني ما اعرف شنو اقول، بس شي كلش حلو. مثل ما قلت لكم انا قبل شوي كنت هناك في هذه القبة هناك فوق، وبعدين سلقنا على قمة القبة للمكان هذا اللي هو يعني بوتم اللوك اوت. شنو هاي؟ طبعا بالنسبة لإخواننا المسيحيين هذا المكان يعتبر فد شيء مقدس جدا، وأكيد كل واحدة من هذه اللوحات اللي فد معنى معين، مع الأسف أنا ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، بس المكان تحفة تحفة. هذه مكانات الاعتراف، هاي المرأة اللي صلي الله أحيانك صلي بهيجي مكان بديع. وهاي صورة واحد من البابوات أو التمثال. أراويكم المكان بكل تفاصيله.
ماكو قايد يحكون عن تفاصيل المكان وكل شيء موجود به، بس مثل ما قلت المكان تحفة تحفة. يعني تتخيلون الحجم مال المكان، ما ممكن انه الكاميرا توثقه يعني. زين، مثل ما قلت اكيد كل لوحة من هذه اللوحات لها يعني معناها الخاص. واو، يعني صدق واو. هاكو قداس سوري، يعني آسف. أتوقع هاي كل الاستعدادات على مطبة باكر وقت الأحد أو قداس اللي هو يوم الأحد. أكيد أني هم اشتاقيتولي اللي أراويكم نفسي. يلا باي باي.